يعني لست أنا الذي ندمت، ندم جلدي وشعاري وندم عظمي وندم ظفري، ندمت ندما شديدا على أنا تزوجتها شفقة عليه. والله تبكي تقول يا شيخ أنا مطلقة وعايشة في الخلا ومريضة، والناس هنا في البادية لا يرحمون، أنا محكوم عليه بالإعدام هنا. ثم أخذنا زواج أقرب ما يكون إلى الشفقة منه إلى أي شيء آخر، بغينا نديروا فيها في وجه الله عز وجل ونعلمها ونقريوها وكذا، ولكن هي كانت لها أهداف أخرى، كانت تريد أن تأخذ اسم الشيخ من أجل ممارسة الأهواء وما هي مبتلى به. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.